السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا راح نتكلم موضوع كذا سريع، كيف نتعامل مع الضغوطات، ضغوطات الحياة، التوتر، أي شيء تحس إنه شاغل ذهنك. على طول مارس الرياضة، رياضة سبورت، يعني فك سبرنت. طيب، وبرضو واحد من كبار السن قال برضو إذا كان معك ضغوطات فعلا، يعني لا تخليها تاخذ كل وقتك، لا تخليها تعطلك على طول، بوم بوم بوم، يعني وقت ما يعني حاول تنهيها يعني بأقل الخسائر. عارف كيف؟ أقل خسائر الوقت بالتأكيد، يعني وقتك ذهب ولا تضيع وقتك. يعني زي المثل الأمريكي، زي ما يقول إيش، المال أو الوقت هو المال، يعني الوقت مال، يعني أنت عندما تضيع وقتك فأنت تضيع مالك بشكل غير مباشر، لأنه الوقت هذا ممكن لو إنك استثمرته في شيء نافع يعني ممكن إنك تدور منه يعني مدخول يعني جيد، صح؟ alright. برضو يعني سبحان الله، في يعني الجانب الديني وزي كذا، والصلاة والقرآن يعني لها أثر يعني كبير جدا، إيش، في التريح، يعني كأنها تخرجك من ضغوطات الحياة، من تحديات الحياة، من مشاكل الحياة، من كل شيء في الحياة هذه اللي هي يبغى لها شوية يعني حلو، يبغى لها صبر، يبغى لها زي كذا، يعني زي حالتين شفتها في المستشفى قبل كم يوم. يعني كان شخص من الأشخاص كان عنده ضغوطات في العمل، ضغوطات ويقول ما أدري إيش وأعصب وزي كذا، وكان يعني من كثر ما يعصب، من كثر ما تجيه ضغوطات، من كثر يعني ما اتوتر فعلا كان يمرض وكانت يعني كان يعني يجي فقدان للشهية، وإذا حاول إنه يأكل ولا يصب نفسه على طول يجي إسهال. ففعلا فعلا فعلا يعني فعلا يعني الواحد يعني ما تعرفون قديش العصبية هذا والتوتر والتفكير الزائد عن حده يعني يستهلك طاقة من جسم الإنسان، يستهلك طاقة يعني كبيرة، يعني ويعني يخليك منهك وتعبت، تحس نفسك تعبت في يومك وانت ما سويت شيء، ولا تحركت ولا رحت ولا جيت ولا سويت شيء، متعب أصلا. نعم، اللهم صل على محمد. طيب، يعني شيء جميل انه شخص تكون عنده قائمة يومية، قائمة يمشي عليها كل يوم، يكتب بداية القائمة أسوي رياضة لمدة 5 دقائق 10 دقائق ألا تقدر عليه. طيب، هذا رقم واحد. رقم 2، أقرأ لي ورد من القرآن. رقم 3، أصلي الفروض في المسجد جماعة، وإذا كان للنساء روح التحفيظ في العصر، لانه يعني انك تخرج من البيت، كونك تخرج من البيت، كونك تخرج من العمل، كونك تخرج من البيئه اللي انت فيها، كانك تغير جو، سبحان الله. يعني الرجال للمسجد والنساء برضو يروحوا للمسجد، يعني على الاقل فتره العصريه، فرح تكون ايش، راح تكون نوع من التغيير كذا، ويا سلام تغيير ايماني يعني. فهذه نسميها في الطب، نسميها جوده الحياه، انك فعلا جوده الحياه. من جوده الحياه ايش؟ انك تبتعد عن اكل السكر واكل الملح عشان تحمي نفسك من امراض الضغط والسكر، برضو تبتعد على العصبيه، وتبتعد على التوتر الزائد والتفكير الزائد عشان يعني تحمي نفسك من ايش، من امراض الضغط والسكر والصداع واشياء كثير يعني. وحاول دائما يعني انك يعني تسترخي، يعني برضو يعني من احد في القائمة برضو تكتب ايش، تناول شاهي او قهوة او شيء يعني كذا حار، راح يهدي الاعصاب، يخليك مبسوط كذا. حنا احنا ذكرنا تقريبا 5 اشياء، فخلاص كذا لو تخليها، لو تكتبها كل يوم وتعلقها على الجدار، وخلاص كل يوم سويت النقطة الاولى، مارست الرياضة اليوم حط عليها صح، شربت شاهي حط عليها صح، قرأت الورد القرآني حط عليها صح، صليت الفروض في المسجد او رحت التحفيظ للنساء حط عليها صح، يعني بهذه بإذن الله يعني راح تعيش حياة 5 نجوم بإذن الله، حياة صحية، حياة سعيدة، حياة
نعم، يعني عمر السعادة ما كانت بالمال. يعني كنت أقرأ أحد الكتب لشخص مشهور أو ممثلة مشهورة اسمها ديمي لوفاتر، فكانت تتكلم وتقول كيف الضغوطات اللي تعيشها في حياتها وزي كذا. هذه حياة الغرب، ليش؟ لأنهم مو ملتزمين بالدين، فتجدهم إيش، إنهم أقرب ما يكونون إلى إيش، إلى الأمراض النفسية فعلا. يعني وحتى في مجتمعنا الناس اللي بعيدين عن الله يعني راح يعانون يعني بشكل كبير. نعم، يعني جميع المشكلات، مش مشكلات نفسية فقط، اللي جميع المشكلات. فكانت هذه المرأة لما كانت تكتب في كتابها كانت تقول ما ادري ايش، وفترة دخلت على إدمان المخدرات، ودخلت على يعني ليش الشخص يروح يعني لإدمان المخدرات. هنا الكلام، مثلا في الغرب مثلا، هي ليش راحت لإدمان المخدرات؟ تلقاها ممكن عندها ضغوطات كثيرة في حياتها، وعندها مشاكل، وعندها صداع يعني، فتبغى توقف هذا الصداع، وتبغى توقف هذا التفكير المستمر بأي شيء. والمخدرات ايش هي؟ هي عبارة عن مسكنات، يعني تاخذ المسكن هذه خلاص تنسدح كذا، ولا عاد تفكر في شيء، وتحس نفسها انها ارتاحت. وهذا راح يؤدي بعدين الى ايش؟ الى مشاكل كبيرة. حتى بعد ما كتبت هذا الكتاب واقلعت عن المخدرات، بعدين رجعت لها مرة ثانية. يعني كتبت هذا الكتاب عام 2013، وعام 2018 يعني ادمنت مرة ثانية على استخدام الهيروين والمخدرات. يعني وفي الغرب يعني ما يعني يعني هناك يسموها حرية شخصية. يعني ما في، يعني ما في والله اللي يستخدم المخدرات راح ندخله السجن زي عندنا يعني في الدول الإسلامية، الحمد لله. نعم، كل واحد لازم يهتم بنفسه ويخاف على نفسه. طيب، كان معاكم دكتور إبراهيم النعمي، أتمنى للجميع التوفيق، وشكرا لمتابعتكم، ولايك شير سبسكرايب بليز. تشيز، باي باي.